وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادتان ترفعان القول وتضاعفان العمل، خف ميزان تضاعان فيه وتخف ميزان ترفعان منه وتقل ميزان تضاعان فيه، وبهما الفوز بالجنة والنجاة من النار والجواز على الصراط. وبالشهادتين تدخلون الجنة، وبالصلاة تنالون الرحمة. فأكثروا من الصلاة على نبيكم وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نرحب بالكرام الضيوف بالوجوه الكريمه. نرحب بالسيد علي العلاء ممثل دوله رئيس الوزراء السيد نور المالكي، ونرحب بالسيد الاستاذ الدكتور خميس الدليلي رئيس مركز رئيس الآيات الدراسات والتخطيط في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، ونرحب بالسيد الفاضل الاستاذ السيد حسين الشامي مستشار السيد رئيس الوزراء، وبجميع الساده الضيوف الاكارم الافاضل. اهلا ومرحبا بكم جميعا. واليوم نجتمع في مؤتمرنا هذا، مؤتمر الشيخ الوالدي رائد الاصلاح والتجديد عميد المنابر وشمعتها وألم النجف وسفير وحدة الكلمة. المؤتمر أقيم مشتركا بين مركز الدراسات في جامعة الكوفة وبين الكلية الإسلامية جامعة النجف الأشرف. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في كل خير. ما نبدأ به مؤتمرنا هذا كلمات بينات عبرات من القرآن الكريم يتلوها بيننا أطفال ضياء الخاقاني فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم.
السلام عليكم.
قضايا العصر وفق الرؤية الإسلامية الداخلة ومواجهة
سياسية ووحدة وأمن واستقرار العراق وحفظ حقوق كافة المكونات. وحيي بختام هذا المؤتمر المبارك المقام لإحياء وتهنئة ذكرى رحيل عميد المنبر الحسين الدكتور الشيخ الوائل رحمه الله، وأعزي أسرته الكريمة وأعزي كافة المؤمنين وكافة أبناء الشعب العراقي، كما وهو حيي السمو الكبيرة العلمية والفكرية والثقافية التي تنام بها الجامعات الإسلامية العراق الجامعات الإسلامية لا سيما في الندب الأشرف تلك الجامعة الثانية في الندب وجامعة الكوفة ورئاستها وأساتذتها الكرام، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في مهمتهم الكبيرة في هذا الوضع العالي القدير أن يتمثل تقييدا واحد في واسع رحمته ورضوانه وأن يجزيهم خير جزاء المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للسيد علي حكام على كلمته وحضوره ومرحبا بالساده الممثلين المراجع العظام السيد ممثل سماحه آية الله العظمى السيد السيستاني وممثل سماحه آية الطائر العظمى السيد الحكيم وممثل سماحه آية